السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس الماضي أخذنا أسئلة المستوى البيجنر الـ A1 والـ A2، جبت على 8 صح فأنت تنتقل إلى المستوى الذي له. أما إذا 8 أو وما تحت يعني، أو جبت يعني أخطأت في 3 أخطاء 4 أخطاء، فأنت في نفس هذا المستوى البيجنر. اليوم راح نشوف حلول الدرس الماضي، راح تشوف أنت حلولك وكم علامة أو كم سؤال كان عندك صح. إذا 2 فأنت تنتقل إلى المستوى الذي يليه، أما إذا كان أكثر فأنت نفس هذا المستوى. دعونا نبدأ بحلول الدرس الماضي. هو أول سؤال، هو لدينا she فراغ to work every day goes ولا go ولا go goes. طبعا هنا كما تلاحظون هنا لدينا الضمير شي، الضمير شي دائما احنا هي وشي وات ضمائر الشخص الثالث، فهي دائما الفعل الذي ياتي بعدها اس. اذا نشطب على جو لانه ما فيها اس، هنا في اس وهنا في اي اس. اي جمله صح؟ اي واحده صح؟ اذا الجواب جويز هو الصح، هذا جواب غلط. ليش؟ لانه اذا كان الفعل منتهي ب او نضيف له اي اس. إذا أي فعل منتهي بالإكس أو الزد أو الدبل إس أو السي إتش أو الإس إتش دائما في اللغة الإنجليزية نضيف له إي إس. إذا الجواب الأول هو 1، إذا هذا هو الجواب الصحيح. 2، Do you play football؟ هل أنت تلعب كرة القدم؟ هنا السؤال يا شباب يبدأ بدو، لازم في الجواب، في الجواب المختصر أو السؤال الجواب المختصر دائما نضع دو في الجواب. هنا لدينا yes I do ولا yes I doesn't ولا yes it is. هنا كما تلاحظون yes I does، الآي لا تأخذ does، غلط، إذا نشطب عليه. هنا لدينا yes it is، هنا في السؤال ليس لدينا yes فعل كل، لذلك الجواب غلط. الجواب الصحيح هنا yes I do، هنا سؤال مختصر وجواب do you play football؟ yes I do، يعني بمعنى نعم أنا ألعب كرة القدم. إذا الجواب هنا yes I do. السؤال 3، do you want coffee the coffee ولا some ولا much؟ هنا دائما some coffee، أنا أحتاج إلى بعض ماذا؟ إلى بعض القهوة. هنا much غلط تمام، وهنا the غلط، إذا نستخدم some مع الاسم الغير معدود أو uncountable noun. السؤال نمبر 4، which sentence is correct؟ أي جملة خطأ؟ they drive، خلنا نضع بدال drive go، نضع بدال drive go هنا. they go to home by train، they go home to home by the train، they go to the home to home by in the train. أول شيء هنا يا شباب كلها متشابهة، فقط هنا لدينا مع واسطة النقل train train train. دائما وسائط النقل تسبق ب by، هنا لدينا by، هنا إن غلط. دائما واسطة النقل by train by taxi by car نضع قبلها by. إذا الجواب، إذا الجواب C غلط. هنا لدينا by train ولا by the train؟ by train. ليش؟ لأنه لا يجوز أن نستخدم إلا التعريف بين by وواسطة النقل، هنا إذا غلط. إذا الجواب هنا الجواب A هو الجواب الصحيح. لماذا؟ لأنه بعد باي ما يصير نحط بعدها أداة التعريف ذا، أو لا يجوز أن نفصل بين باي وواسطة النقل. نمبر 5، we فراغ our homework all night، نحن نفعل أو فعلنا كل وظيفتنا كل ليل. عندما تلاحظ all فنستخدم دائما الزمن past continuous أو الزمن الماضي المستمر. هنا did طبعا ماضي بسيط غلط. هنا لدينا were doing ولا was doing؟ الآي تا وي تأخذ ماذا؟ وير ولا واز تأخذ وير؟ إذن وير أو وي تأخذ وير، إذن الجواب سي غلط. لأنه إحنا نعرف وي يو ذي تأخذ وير في الباست بالإضافة للفعل آي جي. كيف عرفت أن الزمن الماضي مستمر؟ من كلمة أول، لأنه تدل على الاستمرارية طيلة الليل أنا أحل في الوظيفة. نمبر 6، which sentence is correct؟ أي جملة صح؟ Where do your brother live? Where your brother does live? Where does your brother live? هنا كما تلاحظون هو في السؤال دائما الترتيب يجينا كلمة السؤال بعدها الأكزولاري فيرب. الأكزولاري فيرب يعني أكزولاري فيرب هنا الفعل المساعد does. هنا السؤال مثلا where your brother ما جاء بعد كلمة السؤال الأكزولاري فيرب، إذا الجواب بي غلط.
لازم بعد كلمة السؤال فعل المساعد، إن كان كان وإن كان دو وإن كان آر أو ما شابه. هنا وير دو ولا وير داز؟ هنا الجواب يا شباب داز هو الجواب الصحيح ودو غلط. ليش؟ لأنه يور برادر يأخذ أي ضمير هي، والهي والشي والإت تأخذ الفعل المساعد داز، الفعل المساعد أو الأوزولاري فيرب داز، لأنه هنا يور برادر هي هنا يأخذ دو غلط يأخذ داز. إذا الجواب سي هو الجواب صح. ننتقل إلى السؤال I enjoy English، أنا أستمتع في الإنجليزية. في بعض الأفعال يجب الانتباه إليها يأتي بعد to plus infinitive أو البير فورم أو البيس فورم للفعل، أو أفعال تأتي بعدها gerund أو الفعل المضاف له وإنجليزي، فعل يأتي بعده to بعدين الفعل بالمصدر، أو أفعال يأتي بعدها فورا مباشرة الING. هنا I enjoy الفعل enjoy هل يأتي بعده to زائد الفعل بالمصدر ولا learning فعل الING؟ طبعا learns غلط قواعديا غلط. هنا يا شباب enjoy بعد enjoy يجينا الفعل دائما الجرند، الجرند نقصد به والفعل المضاف له ING. إذا الجواب هذا هو الجواب الصحيح. إذا بعض الأفعال تأتي بعضها مثلا enjoy like to play، شايفين بعد I like to شايفين to play. أما enjoy I enjoy learning أنا أستمتع في تعلم اللغة الإنجليزية. إذا الجواب دي السبب لأنه enjoy يأتي بعد الفعل المضاف له ING أو تسمى الجيرات. 8 everyone should drink water. everyone يعني كل شخص، هنا عم نحكي بشكل عام كل شخص كل الناس في العالم يجب أن تشرب الماء. عندما نتحدث عن شيء عام بشكل عام تمام لا نستخدم أداة النكرة. هنا الأي مع المفرد، كما تعرفون أداة النكرة أي مع المفرد، لا تستخدم مع المفرد مع الجمع والمفرد، لكن هنا عم نتكلم كل إنسان كل شخص بحاجة الماء، لذلك هنا الجواب بغلط. هنا لا تحتاج أي علامة أو أي لا تحتاج أي أرتكل أداة نكرة أو تعريف، لأن عم نحكي عن العام أو هاي حاجة عامة لكل الناس، عم نحكي عن العام عن الووتر عن الماء بشكل عام. 9 which sentence is correct أي جملة صحيحة؟ I am born 20 years ago ولا I was born 20 years ago ولا I was born 20 years ago. أول شيء يا شباب born بمعنى ولد، الولد ولدت يعني في الزمن الماضي. هنا لدينا am غلط present لا يجوز، أنا ولدت محكي عن 20 سنة شو مضت، إذا الجواب إيه غلط. نأتي إلى الجواب I was born 20 years. هنا يا شباب أقول فيما مضى في الماضي هنا now الآن، كيف مع was ماضي وهنا now الآن حاضر، إذا هذا غلط قواعديا غلط. I was born أنا ولدت 20 سنة الآن، أنا ولدت من 20 سنة مضت، إذا الجواب B هو الجواب الصحيح، الجواب C هو جواب خاطئ. لماذا؟ I was born 20 years ago أنا ولدت من 20 سنة مضت، هنا لأنه هنا ago فيما مضى تدل على الماضي. آخر سؤال I have been married I was 30 أنا صار تزوجت كنت عندما أو كنت عندما كنت في الثلاثين من العمر، عمري 30 سنة بدأت في الزواج. هنا يا شباب since ولا until until حتى غلط. for ولا since منذ ولا لمدة منذ، أنا من عمر منذ عمر الثلاثين بدأت شو في الزواج أو تزوجت. for تدل مثلا أقول أنا تزوجت صار لي لمدة 10 سنوات I have been married 14 years لمدة 10 سنوات مدة زمنية كاملة. أما هنا since تدل على بداية الحدث، I have lived in Turkey مثلا since 2010 منذ 2010 بداية الحدث. أنا تزوجت منذ عمر الثلاثين since لأنها تدل على بداية الحدث. ما عليك هو سوى أن تشوف الأجوبة ما هي. إذا واحد كان الجواب ماذا؟ الجواب C. 2 كان الجواب B. 3 كان الجواب ماذا؟ A. 4 الجواب كان ماذا؟ سوري يس واحد كان الجواب C. إذا واحد كان الجواب C. 2 كان الجواب A. 3 كان الجواب B. 4 كان الجواب ماذا A. 5
كان الجواب ب 6. كان الجواب ماذا؟ سي 7. كان الجواب ماذا؟ ب 8. كان الجواب سي 9. كان الجواب ب 10. كان الجواب ماذا؟ اي. اذا هذه الحلول. شوف انت الحلول كم سؤال عندك صح وكم سؤال عندك خطا. 2 انتقل على المستوى ان شاء الله. في الدرس القادم راح انزل اسئله المستوى الانترميديت المستوى المتوسط ان شاء الله، وفي الدرس اللي بعد نحل الاسئله حتى اشوف مستواك. ما عليك سوى ان تشارك هذا الفيديو مع الاصدقاء، والله مفيد جدا جدا، يعني شاركوا مع الاصدقاء خليها الفائده تعم للجميع. كان معكم مدرس صالح حاج عيسى من مدينة مرسين في تركيا، وإن شاء الله سوف نبدأ في كورس البيجنرز إن شاء الله في وقت قريب إن شاء الله. أي شيء أو استفسار you can write in comments في التعليقات below، وإن شاء الله نراكم في دروس قادمة. see you next lessons، good luck، see you، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسونا من صالح دعائكم.